السلام عليكم شباب بنات مشروع وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين لشد ترهلات البطن بالكامل. قبل اي حاجه زي ما احنا بتاعتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم باقي التمارين، عايز اقولكم ان كل التمارين اللي انا هعرض عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على شد ترهلات البطن بالكامل في 10 ايام او 15 يوم. وان شاء الله باذن الله لو عملتوا زي ما انا بعمل بالظبط، انا بوعدكم وبضمن لكم ان انتم في خلال 10 ايام او 15 يوم هتلاقوا نتيجه متخيله بنسبه 180 درجه وهتدعوا لي بجد. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات 15 عد. يلا بينا.
ودلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين التالت. التمرين التالت مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وبرده التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على شد ترهلات البطن بالكامل، وبرده التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا بتاعتين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ورد على الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم ترقموا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.